أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتوسع الملحوظ لأعمال شركة أكسون موبل الأمريكية في مصر واستمرارها بالوفاء بالتزاماتها الاستثمارية تجاه مصر على الرغم من كل الظروف العالمية والإقليمية المحيطة. وخلال لقائه لويك فيفييه النائب الأول للشركة لاستعراض مشروعاتها وخطط توسعها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، أكد مدبولي تطلعه لعقد المزيد من الشراكات التي تؤدي إلى توسعات أكبر لأعمال الشركة في مصر. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة القوية والتاريخية القائمة بين مصر وشركة أكسون موبل التي تعمل في السوق المصري منذ ما يزيد عن 100 عام. أكد وزير البترول طارق الملا أن الإجراءات المحفزة للاستثمار في قطاع البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة جذبت استثمارات أكسون موبل الأمريكية للبحث عن الغاز الطبيعي لأول مرة منذ تاريخ عملها في مصر، حيث تستثمر الشركة في منطقتين للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط تبدأ الأعمال فيها أوائل العام الجديد. جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول لنائب رئيس شركة أكسون موبل لويك فيفييه، حيث أكد الملا أهمية دعم التعاون وتعزيز الشراكة مع أكسون موبل باعتبارها الشركة الأضخم عالميا في مجالات تسويق المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات والبحث عن البترول والغاز. شاركت مصر في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي في نسخته 4 بمدينة اسطنبول، وعقد الوفد المصري سلسلة لقاءات مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في الدخول أو زيادة الاستثمارات في السوق المصرية، وذلك في مجالات صناعة الملابس الجاهزة والأثاث والعقارات والمنتجات الصحية والمواد الغذائية. كما تم عقد اجتماع مع جمعية المصنعين ورجال الأعمال التركية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار الصناعي بمصر في 152 فرصة استثمارية من بينها إنتاج خام البوليستر والأدوية. وصل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إلى مدينة هانغتشو بالصين لبحث سبل التعاون مع مستثمرين ورجال أعمال في عدة مجالات من القطاعات المستهدف توطينها بموانئ ومناطق الهيئة خلال الزيارة. وقع جمال الدين مشروعات جديدة لإقامة مصانع للمنسوجات والملابس بغرب القنطرة الصناعية باستثمارات تزيد عن 100 مليون دولار. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تداولات مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والعربية نحو البيع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 32 مليار جنيه لينهي تعاملات عند مستوى 1.384 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 56 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 20,324 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.22% ليبلغ 3,751 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1.68% ليصل إلى 5,645 نقطة.
تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وانخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.4% متأثرا بخسائر في قطاعات الطاقة والمالية وتكنولوجيا المعلومات. في المقابل واصل المؤشر القطري الصعود للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق مرتفعا 0.1% بدعم من قطاعي الصناعة والطاقة. أظهرت بيانات حكومية أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.7% من 2% في الشهر الماضي. وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن أكبر مسبب للتضخم ظل إيجار المنازل الذي ارتفع 9.8%، مما ساهم في ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1%. أكد صندوق النقد الدولي أن التراجع الأخير في العملة اليابانية الين لا يستدعي أي تدخل من السلطات في سوق العملة. وقال نائب مدير آسيا والمحيط الهادئ لدى الصندوق إن الضغوط على العملة اليابانية ستستمر طالما تتواجد الاختلافات في معدل الفائدة بين اليابان والاقتصادات الكبرى.